هلا هلا هلا، شنو هذول مصبحين هنا؟ اغبياء دايحين ويا البنات، وبعدين الصبحون هيك نايمين على الكراسي. هي هاي تاليتها السوالف، تستاهلون. خلي يكون درس زين لهم. حنونة ونارين. هاي شدي يصير لك؟ شدي يصير؟ هاي شنو؟ اخ اخ ولك عبالي انت نارين اخويا سنان. وانا عبالي انت حنونه. لك احنا مو نمنا، بالعكس انت شلون جيت هالشكل صرت بوجهي؟ سنان انت بالليل رجليك كانت بيهم ريحه واني انداريت لهالجهه. اخ يا والله حياتكم الخاصه ما لنا علاقه بيها، بس هذا مكان شغل، روحوا شوفوا لكم فندق ناموا بيه. يلا الله الله. وقف يا حج نعمان، انا ظهري والله متشنج. سنان انا هم رقبتي متشنجه، يعني احنا كل ليل ننام هنا والله هيك راح ننتهي، احنا ما راح نشبع نوم ابد. انت اذا ما تسوي شاي قبل ما يجي بابا ترى لحين هيك. اوف امشي. صباح الخير اخوان. صباح النور عمو نوري. تعرف اليوم سنان صبح نايم هنا عباله قاعد بفندق. لك علي كفال، انت كل يوم تثبت انه انت اغبى من اليوم القبله، فضحت نفسك يا غبي. ليش انت وين نمت يابه؟ أمو نوري تعرفاني هم صبحت هنا اليوم بتت بالمكتباني. والله ما أعرف إيش لواصتو، بس أكيد مسويين شيء أنتو. آخ ظهري يما ويلي، الله لي يكتب هذا الوجع على أحد يا بي. آخ طبعا إذا بني آدم ما يلوق له هذا الشيء، بس حيوانات مثلكم يلوق لهم طبعا. البحر إلى نوارس قبالكم حبيبي العرضة مروة عارفة بالكوارث. أوف عارف اليوم مزاج زين. طبعا ليش ما يصير زين شحماية قلبي، قبالك واقف حبيب العارضة المشهورة مروة. عارف انت حبيب مروة العارضة؟ لك انت تحلم تشوف مروة بالحلم. واسف عيني، ليش تصنف على اخوي عارف؟ شلون يعني بس يشوفها بالحلم؟ عيني طبعا يشوفها بالتلفزيون، يشوفها. اي هاي صحيح. حتى اذا وحدة تضحك بالتلفزيون هذا الغبي عبالة ده تضحك لإله. ابني بدل ما تضيع وقتك ويا العارضات مال ازياء وهالسوالف هذه، ليش ما تلقي لك نفسك وحده مرتبه حالها حالك؟ عمو مروه وحده متواضعه كلش، اذا هسه جبت لي طاري انجلينا جولي اقول لك لا هاي ما اريدها، بس مروه من مستواي انا حبيتها. اخوي روح منا الخاطر الله، شنو تقشمرنا انت؟ هاي عارضه شلون تباوع لك؟ انت وين وهي وين؟ اخوان شو اقول لكم يعني، ليش ما تصدقون بي؟ اخوكم عارف اني ها الباحه بالليل انا ومروه رحنا للديسكو سوية، وانا هناك رقصت ومن هاي الامور تخبلت علي لعبت جوله هناك. عمي نوري ترى هذا عارف تعريف عنده مشكله بالمحرك، فخليه يروح يبدل قايش، يجفت، يبدل يطاغات، يعني خليه يشوف له حل. باع التلفزيون. ليش مباوع على التلفزيون خون؟ مباوع على عارف احسن. ايه بس اخوي عارف هم هناك. حياتي عرف عن نفسك. البحر الى نوارس واني عارف ابو الكوارث، طيني بؤسه يا ابو. والله عارف، بالله عارف يا ول. هاي اليمك مو نفس العارضه اللي تحكي عليها انت؟ العارضه المشهوره مروى خرجت من ديسكو امام الكاميرات مع شخص غريب، ذكرت انه حبيبها الجديد. ايه عيني هذا حبيبي جديد. ايه حبيبها. يلا استلم. ها هسه شو تقولون بعدكم؟ ها شفت؟ ايه البنيه هم قالت هذا حبيبي الجديد. عمي نوري ترى مو بس عارف يراد له صيانه للمحرك، هاي البنيه يبدو همين يراد لها صيانه قويه، يمكن قايم عندها الجازجيت. وانا اللي هسه واقف ودا احكي وياكم بكل رزانه وصبر يا اخوان. انا لازم اروح، يلا راح اشتري ورد واروح البيت مرتي المستقبليه. انقل 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 انقل. لك علي كفال، عارف تعريف انطاني خوش فكره، امشي احنا همين نشتري ورد ونروح البيت النسوان ونعتذر من عندهن وناخذ بخاطرهن. يلا امشي دقوم يلا. والله صح كلامك اخوي سنان، بس اني لو اشتري كيلو لحم النارين تفرح اكثر من الورد يمكن. لك لحم يا شهيدة ما خسس، نروح نشتري ورد ابني، ورد لأن النسوان ما يقدرون على الورد، ما يصمدون قدامه، الورد دائما يحل كل المشاكل. يلا يلا تعال ساعدني، خل نطلع بسرعة ونروح نشتري للورد. يلا احنا رايحين عمو في مال لا